السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس البخاري، وهذه المجالس هي مجالس مباركة، نسأل الله جل وعلا أن يثبت لنا هذا الخير ما حين أبدا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وانشر ذلك بين الناس. هذه المجالس لابد من العض بالنواجذ عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. والحق أن هناك رواية: ما جلس قوم مجلسا، ما ذكر تقييد بيت من بيوت الله، لتشمل جميع المجالس. هذا ليشمل جميع المجالس، حتى لو كان تحت الأشجار وبين الثمار يصح أن ينزل تحت هذا الحديث. قال: ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. والأهم في ذلك: وذكرهم الله في من؟ وكفى بذكر الله لك ثناء حسنا أمام الملائكة، ومن ذكر الله بالثناء قد أثابه، ومن أثاب الله تعالى قد وقاه. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن، وما ترددت في شيء. هذا مقدار وقيمة المؤمن عند الله جل وعلا. وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. ثم بعد ذلك المكافأة الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، فالملك يقول: رب فلان جاء لحاجة، ما جاء للعلم، جاء لحاجة. فيقول، شوف الكرامة هنا، فيقول: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جلسوا، وخير ما ننشغل به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خير ما ننشغل به، كما قال الزهري: السنة سفينة النجاة. وما زلنا مع كتاب الإيمان، نسأل الله تعالى أن ييسر لنا إتمامه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أنا ما أسمع الصلاة عليه وسلم. وتكلمنا وقلنا أن أهل الحديث هم أشرف الناس وأعظم الناس وأولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حبان: قال أسعد الناس برسول الله هم أهل الحديث، لأمرين. الأمر الأول لأنهم أكثرهم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: أكثرهم صلاة عليه. أتدرون من البخيل؟ من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس 33 تعليق على كتاب الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له، ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. أمين. قال رحمه الله تعالى: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال رحمه الله: حدثنا مسدد. قلنا مسدد بن مصرهد بن مصربل، ومن الثقات رقي العقرب. قال هذا ليس اسما، هو رقي العقرب، هو من الثقات الأثبات، من النبلاء، شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم، قلنا هو إسماعيل بن إبراهيم ابن عليا، وكان يقول: لا أسمح لأحد أن يقول إسماعيل ابن عليا. قال: لا أحل لأحد أن يقول ذلك. والمحدثون جميعا أغفلوا هذا،
وقالوا إسماعيل بن علي، لما ولا يأسمون بذلك، لما اشتهر بذلك، وهذه من المستثنيات. لكن كان الورع هنا الفوارق الورع، الإمام الشافعي كان يقول إسماعيل ابن إبراهيم الذي يقال له ابن علي ليخرج من التبعة، وأما أحمد كان لا يسمح أن يقول أو يقال في 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 حضرته إسماعيل ابن علي، كان يقول هو إسماعيل ابن إبراهيم لا تقل ابن علي، كان شدة الورع في هذا. ولكن المخرج للإمام الشافعي في هذا هو شوف يعني يقول هو كذلك، يعني يقول من باب التعريف، لكن هو كان لا يحل بذلك مع ان اسم المرأة ليس ايش؟ ليس عورة. اسم المرأة ليس عورة. عامة هو ثقة ثبت من النبلاء روى له جماعة. اسماعيل بن ابراهيم ايضا له طرف اخرى. اسماعيل بن ابراهيم تعلمون ان ابن المبارك جمع الله له الخير كله جهادا وعلما واتقانا وحديثا وجودا وكرما ونفقة. فكان يقول والذي نفسي بيدي ما تجرت تجارتي هذه إلا لثلاثة أو قال إلا لأربعة، لمالك وابن عيينة وابن علي، أنا ذهل عني الرابع. يعني يقول أنا أتاجر لهؤلاء لأكفيهم حتى لا يتمندل بهم الأراضي. وهذه دلالة واضحة جدا أن هذا أصالة هذه مهام الأمة، أصالة هذه من مهام الأمة. فهو يقول كنت أفعل ذلك الأربعة، لكن قبض يده عن إسماعيل بن علي ما أعطاه وبعث إليه بأشعار فيه ما فيه من الشدة والحدة في الانتقاد. فلما سئل عن ذلك قال استلم القضاء. فانظر يعني احنا قلنا حميد الطويل تكلموا فيه من أجل ذلك. فهو لما استلم القضاء منع عنه العطاء الإمام ابن المبارك، فبكى إسماعيل بن علي وأرسل إليه واستقال. يعني لأنه العالم معروف، العالم له كنف آخر، له دائرة أخرى يكون فيها. فلذلك إسماعيل ابن إبراهيم استقال من القضاء لكلام الإمام ابن المبارك روى له الجماعة. قال أخبرنا أبو حيان التيمي. أبو حيان هو سعيد بن حيان، ويعني أو يحيى بن سعيد بن حيان. العلماء يقولون في أبي حيان التيمي يقولون كان من خيار المحدثين، كان تقيا نقيا عابدا صالحا ثقة ثبتا روى له الجماعة. عن أبي زرعة مختلفهم فيه، أبو زرعة حضرمي المصري عمرو بن جابر، بعضهم ضعف، والذين ضعفوه للمذهب لأنه كان يغالي في التشيع فقالوا ضعيف، والصحيح الراجح أنه ثقة ووثقه المحدثون، لا سيما أنه قد روى له من المسألة ده جمع بين الخيرين مصري وحضرمي، يعني هذه يعني وانتهى بأنه مصري نعم المصريون ثقات بدون أن تبحث عن شيء، عندك اعتراض؟ خلاص بقى هو مصري أصالة، لكن ممكن نقول سكن نعم في هذاك أبو الحسن المأربي ما فهمني، لكن الحق بأنه من الثقات، هو من الثقات، وما أنكروا عليه إلا المذهب، لذلك قالوا ضعيف، وهذا المنهج تراه من منهج المالكية هم الذين يقولون بذلك، لكن الصحيح الراجح أنه ثقة وقد روى له البخاري، جاوز القنطرة انتهى الموضوع، قد روى له الإمام البخاري، بل روى له أصحاب الكتب الستة، روى هو شيخ لهم، نعم. عن أبي هريرة. أبو هريرة هو سيد الناس، هو سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا أبو هريرة لما قال له ابن عمر أكثر علينا أبو هريرة، يعني أنت تقول قراريط كم فرطنا من قراريط يا أبو هريرة، لما قال بأن من صلى من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان. فقال ابن عمر كم فرطنا من قراريط، على ما يقول أكثر علينا أبو هريرة. قالوا أكثر علينا أبو هريرة، وقد انشغلوا هم بالصفق، وأخواننا الأنصار انشغلوا بالزرع، وأبو هريرة لازم رسول الله على شبع بطنه، لذلك صار مقدما على الجميع، صار مقدما على الجميع. شوف حتى عبد الله بن عمرو بن العاص هو أكثر حديثا من أبي هريرة، لما شغلته عبادته عن العلم ما قدم على أبي هريرة، لأن أفضل العبادات العلم، ذلك كما قال الإمام الشافعي هذا طلب العلم أفضل من كل عبادة، وكما قال الإمام أحمد قال لا أرى أفضل من طلب العلم لمن صرحت نيته. ما يمكن أن يتقرب إلى الله بقربة مثل قربة طلب العلم، رفعة ليست بعدها رفعة، كما قلت طالب العلم في كل أحواله الأمة ترتكز عليه وتلتصق به، ونجاتها مرهونة بوجوده، وهدمها موجود بخفائه. لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل
وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا انتزاعه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه جبريل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربتها وإذا تطهرت. إذا ولدت الأمة ربها. إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية. ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله من أبو عبد الله؟ البخاري جعل ذلك كله من الإيمان. طيب هو ابتدأ وطبعا هو شوف كأنه أيضا في التبويب ويؤكد على ما بوى به قال جعل ذلك كله من الإيمان. هنا التبويب للإمام البخاري يقول باب سؤال جبريل النبي عن الإيمان والإسلام. وتعلمون أن منهج البخاري الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان لا تفريق بينهما. قال والإحسان وعلم الساعة وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم قال جاء جبريل يعلمكم دينكم. وبعد ذلك استدل بحديث وفد عبد القيس أنهم سألوه عن الإيمان. هذا نظرت ترى أن الإمام البخاري يؤكد ما يتبناه بأن الإسلام والإيمان شيء واحد وأنه لا فرق بينهما. أما أن يستدل بحديث جبريل على أنهما شيء واحد فهذا فيه نظر ولابد أن نرى التوجيه كيف أن البخاري يستدل بحديث جبريل لأن حديث جبريل أصيل في التفرقة وهو يستدل به على أنه أصل في التساوي بين الإمام والإسلام أن الإيمان هو الإسلام. ما وجهته؟ بالآية. انتوا فهمتوا ما أقول؟ الآن حديث جبريل أصل في التفريق. ما الإسلام ذكر الظاهر، ما الإيمان ذكر الباطن. هو يقول لا حديث جبريل أنا بستدل به على أن الإيمان والإسلام شيء واحد. لا سيما أنه قال جاء يعلمكم أمر دينكم. فأين الوجهة؟ أين الوجهة عنده من أن الإسلام هو الإيمان؟ مع أن الحديث كما قلنا ظاهره التفريق. يعني هذا رد عليه وليس له. نحتاج إلى إفصاح وتفصيل. إن الله عنده علم الساعة عدد الأسماء هذين وجعل هذا كله علم جيد لكن ليس هو هذا الحديث قال أنه جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم وعدها كلها دين يعني الإيمان والإسلام كله عمل يعني شيء واحد يعني. طيب يعني جيد أنتم تقاربون جيد الدين عند الله الإسلام خلاص إذا اجتمعنا القول إذا اجتمع كله وجدنا التوجيه. هو الإمام كيف يوجه الإمام وجه المسألة من وجهين أن حديث جبريل بأنه يدل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد بأمرين. الأمر الأول الذي استدل به الإمام البخاري قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر الإيمان والإسلام وأجاب عنه قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم وسماه دينا. قال فلما سماه دينا وذكر ألفاظا الإيمان إحسانا الإسلام قال إن قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. قال إذن يبقى كل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فهو إسلام. فلو ذكر إيمانا يبقى الإيمان هو إسلام لأنه قال جاء يعلمكم أمر دينكم وقد قال الله إن الدين عند الله الإسلام. ثم أكد على ذلك بحديث وفد عبد قيس وهذا المهم جدا لأن بحديث وفد عبد قيس قال أمركم بثلاث وأنهاكم عن ثلاث. أمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم ذكر الشهادتين وذكر الإسلام. قال لما قال أمركم بالإيمان ذكر الإسلام وذكر الخمس من المغنم فذكر الإسلام ذكر ما أجاب به
في حديث جبريل. فذكر الإسلام، قال هذه دلالة على أن الإسلام والإيمان شيء واحد. كيف مفهوما؟ ايش المفهوم؟ ان امام البخاري جمع بين الحديث والايه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم عن وجهه. فالامام البخاري استدل بان الدين كما قال الله تعالى ان الدين عند الله الاسلام، يعني ان الاسلام عن الدين. هو كلام صحيح، انا اتكلم على وفد عبد القيس. كيف استدل به؟ هو استدل بحديث وفد عبد القيس، قالوا يا رسول الله من الإسلام؟ قال أمركم بثلاث: الإيمان بالله وحده، ثم قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ففسرها بإيش؟ بالإسلام، الذي أجاب به في حديث جبريل عن الإسلام. مفهوم؟ وهنا أصالة يسأل عن الإيمان فأجاب بالإسلام، فدل ذلك عنده أن الإسلام والإيمان شيء واحد. مفهوم؟ وأكدها أنه لو قلت له والتفريق يقول لك قد قال إن الدين عند الله الإسلام، وقال جاءكم يعلمكم أمر دينكم. هذا ما تبناه البخاري، وحقا الملحظ هنا جيد، الملحظ هنا جيد، لكنه خلاف الراجح. كيف؟ جاءكم أمر دينكم يدخل فيه الإحسان. نعم دخل فيه الإحسان، الدين يدخل فيه الإحسان، لكن هو الإحسان فرع الإيمان. فهم كيف؟ فهو لما قال ذلك الإمام البخاري قلنا ملحظ جيد، هذا ملحظ جيد، لكن الصحيح الراجح التفريق. الصحيح الراجح التفريق بين الإسلام وبين الإيمان، لا سيما أن الأدلة على ذلك ظاهرة قاهرة باهرة واضحة جدا تلوح في الأفق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام علانية والإيمان في القلب. قال الإسلام علانية والإيمان في القلب، الله فرق بينهم في الكتاب. وهذا حديث كان في بعض الكلام كنا استأنس به من الأدلة من الآثار الأخرى. قال الله جل في علاه: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ففرق بين الإسلام وبين الإيمان. والحق بأنه لما جاءت الأدلة تجمع بين الإسلام والإيمان في معنيين مختلفين، قلنا إذا اجتمع افترق في المعنى. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذكر الأعمال الظاهرة. قال أخبرني ما الإيمان؟ فذكر الأعمال الباطنة. ففرق بينهما عند اتحاد الذكر. فإذا انفرد لابد أن نقول إذا انفرد نزل أحدهما تحت الآخر. ها؟ حديث وفد عبد القيس جمع بينهما، لحديث وفد عبد القيس وإن كان غالب الإجابة كانت على الظاهر لكن ذكر الباطن. ها؟ نعم في هذا هو على الأقل أنه يذكر ويجمع بين الاثنين. ولذلك أنت ترى الإيمان لما يذكر تراه يذكر الإيمان مفردا، يذكر تراه ينزل تحته الإسلام والإيمان الظاهر والباطن. قال الله جل في علاه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر المؤمنون، ذكر الإيمان والآن ما قال المسلمون، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذا عمل ظاهرة صحيح كده، القلب في الرأس ها باطن ممتاز. وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم، والتوكل عمل قلب، وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. هذه أعمال ظاهرة ذكر تحت الإيمان إسلام وإيمان. يبقى إذا انفرد الإيمان نزل تحته الإسلام، وإذا انفرد الإسلام نزل تحته الإيمان، بقول الله جل في علاه: إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وهذه دلالة واضحة جدا على التفريق، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. والتبويب الذي بوابه الإمام البخاري وإن كان له ملحظ جيد لكنه ليس براجح، لكنه ليس براجح، بل الحديث أصل في التفريق. الحديث أصل في التفريق، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سعد بن أبي وقاص: قال لما أعطيت فلانا وتركت فلانا، والله ما أراه إلا مؤمنا، قال أو مسلما. وهذا دلالة على النبي صلى الله عليه وسلم يفرق كما أن الله فرق في الكتاب. إذا الحديث الذي استدل به البخاري ليس له، الحديث الذي استدل به البخاري ليس له، والصحيح أن الحديث أصل في التفريق، وأن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. لكن هنا أيضا ملحظ آخر، وهو لما أتى به الإمام البخاري أيضا يريد أن يؤكد على ما تبناه وأصل له في التبويبات السابقة بأن الأعمال من الإيمان.
لأن الأعمال من الإيمان. ذكر الأعمال، ذكر الأعمال القلبية، ذكر الأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح. أما بالنسبة للحديث، هذا بالنسبة للتبويب. أما بالنسبة للحديث، فأبو هريرة رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس. فقول أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فيها السنة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر نفسه من أجل من أراد أن يسأله، من أراد أن يراجعه، من أراد أن يشتكي له، من أراد أن يأتي يستفتيه. وإلا فكانت العرب تدخل فلا تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مخالطا أصحابه بأبي هو وأمي، لا يعني ترى فرقا ولا تعرف فرقا، مع أنه لا بد من التمايز من أجل الحاجة، لا من أجل أن التمايز يدخل على قلب العالم أو طالب العلم أو المعظم فيه كبرا، بل التمايز من أجل الحاجة، من أجل المصلحة. وكان التمايز هنا من أجل عدم الاختلاط. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر المدينة على الأنصار، ما عرفوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أبو بكر ما يعرفون من هو رسول الله. فلما جاء، شوف الله تعالى أراد التفريق بهذا، لما جاء شعاع الشمس على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب أبو بكر بثوبه يظلل على رسول الله، يظلل، فعلموا أن المظلل عليه هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك العرب كان يدخل يقول من منكم محمد؟ فيقول له هذا الذي يجلس بجانبنا، فيقول قد أجبتك. فلما رأى الصحابة كذلك واستاءوا جدا من أن الإنسان يأتي يقول من منكم محمد؟ من فيكم؟ هل فيكم محمد؟ فأخذوا فجعلوا للنبي صلى الله عليه وسلم دكانا، مكانا يجلس عليه بعلو، فيجلس الإنسان في مكان يتميز فيه، يميز فيه حتى يعرف، لأنه الذي يتقدم يقول ما قدموه إلا لعظم شأني فهو الرسول، ليعرف. لأن الناس ما يأتون الرسول لشخص الرسول وذات الرسول، هم يأتون الرسول من أجل السؤال على التعبد، على الإيمان، على الإسلام، من أجل الرسالة. فلذلك كان له عمل الدكان هذه أو الدكة التي يجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون متميزا فيعلم فيعرف النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال أبو هريرة كان بارزا، وهذا الذي اتفق عليه المهاجرون والأنصار في هذا الباب من أجل أن يظهر النبي صلى الله عليه وسلم. واستقى منه العلماء أيضا بأنه لو جلست عامة معهم عالم فلابد أن يبرزوا مكان العالم حتى إذا جاء السائل يعلم من يذهب إليه أو يعمد إليه السؤال فيجاب عنه بذلك. وهذا حق في هذا الباب، لأن التمايز هنا مطلوب من أجل الحاجة، لا من أجل التفريق بين المكانات. ممكن يكون العالم هذا أقل منزلة من رجل عابد بينه وبين الله جل وعلا. المسألة قلوب، ممكن هذا العالم يكسبه العلم بعض الكبر فينزل منزله، ويكون الرجل الخاضع الذليل الذي يتعلم ليرتقي عند ربي جل في علاه ملأ قلبه حبا لله وصدقا واخلاصا وتواضعا، فيكون ارفع المنازل. نحن لا نتكلم عن المكانات الان، نتكلم عن مساله المصالح. فالتمايز هنا للمصلحه حتى اذا دخل السائل يعلم العالم فيسال العالم عما يريد. قال كان بارزا يوما للناس، وكانوا كما قلنا يحبون أن يدخل المرء فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال أنس قال كنا نهاب النبي فنستحي من سؤاله، فكنا نحب أن يأتي الأعرابي، لأنه في شدة وغضة، أن يأتي الأعرابي فيسأل فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم، فنتعلم من سؤال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال من إيمان. فأتاه رجل، علم هذا الرجل، ما كنا نعلمه، وهذا الرجل كان مجهولا أيضا بين الصحابة، لأن في حديث عمر، هذا الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب، قال رجل كان إيش شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، قال هو مسافر، قال ولا يرى عليه أثر غريب، لا يعرفه منا أحد. قال عمر لا يعرفه منا أحد. فهذا الرجل علم في آخر الحديث، لأن الإنسان قال ردوه عليه، فذهبوا فما وجدوه، فقال هذا جبريل. يبقى إذن الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يسأله هو جبريل. لكن هنا أبو هريرة يقول رجل كان بارزا فأتاه رجل، إذن جاء جبريل على صورة رجل، ما جاء على صورته الملكية. وهذه فيها أولا دلالة على الإيمان بأن الملائكة قد يتشكلون، وأعطاهم الله على القوة في ذلك، يتشكلون بما يشاءون. وأيضا الجن أعطاهم الله على القوة بالتشكل، أيضا بالتصور، هم يتصوروا، لأن رجل الأنصاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء ووجد امرأته بثياب المهنة في البيت، فقام يعني أخذته الحمية، فقام يأخذ الرعب، فقالت لا تعجل علي تقتلني، لا أنا ما خرجت من باب البيت إلا لأمر جلل، قالت لا تعجل علي انظر من بالداخل أو انظر من بالداخل. فنظر فوجد حية على الفراش، وحية كانت عظيمة جدا، فذهب يقتلها فسقط وسقطت. يقول الصحابة فما ندري من الأعجل منهما، فهجمها فهجمته. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك قال أن الحية بالذات غير العقرب، لعن العقرب ولم يلعن الحية. لما؟ قال لأن الحية
لأن الحياء لا تهاجم إلا من هاجمها، وأما العقرب لا تترك مصليا ولا نائما ولا طائما ولا شيء إلا وتقرصه، فلعنها من أجل ذلك. فهي ثقة. فالغرض المقصود لما هاجم عليها قال النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك، وأن حياة البيت ممكن تكون من الجن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإيه؟ بالاستئذان، أن يأذن لها ثلاثة. على وبعض العلماء وجمهور المحققين يرون أن هذا خاص بالمدينة، لأن حياة المدينة، لأن جن المدينة كان يتمثل في الحية، فالجني يستطيع أن يتشكل، أن يتصور. وإلا فعندكم الشيطان نفسه تصور بصورة رجل عندما جاء دار الندوة وسمع لمقالتهم وحيى مقالة أبي جهل في مسألة جمع الشباب لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله الشيطان يجد له أسوة في بني البشر. يعني هو الشيطان نفسه حي أبا جهل واتخذه أسوة فيما قال، وقد نعم الرأي ما قلت. فهو معلوم حقا شياطين الجن الآن يعظمون جدا شياطين الإنس، يأتسون بهم. الغرض المقصود هو يستطيع أن يتصور ويتشكل في صورة آدمي. فالملك، والفرق بينهما أن الملك يعود، يعني الملك لو أودي وهو على صورته غير الملكية يعود بصورته الملكية، أما الجن لا يستطيع، ليست له القدرة على ذلك، لكن له أن يتشكل. فجاء الملك هنا على صورة رجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بين للأمة بأسرها على كيفية الوحي أنه قال أسهل ما يكون وحيا على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي على صورة الصورة البشرية، وكان يأتي على صورة دحية الكلبي. فهنا جاء على صورة الرجل، وطبعا هو ملك، تعرفون ملك يعني أصالة الجمال، كل الجمال في الملك، جميل خلق الله في علا، فإن أتى يأتي على صورة أصالة أيضا فيها ما فيها من الجمال. وقد جاء الرجل، قال جاء رجل وهو الملك الذي تصور، قال فما فقال ما الإيمان. إذن جاء جبريل عليه السلام على صورة بشر، ولو أن تشكل كما قلنا وله القوة في ذلك، وهذه من فضل الله جل في علا على العباد. والأمر الثاني أن هذه القدرة التي منحها الله للملائكة. جاء على صورة الملك ثم جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى بأنه جاء متأدبا بأداب العلم، لأنه في حديث عمر فيه زيادة مهمة جدا في هذا الباب، أنه جاء بثوب قال شديد بياض الثوب، شديد سواد الشعر، مهتم بنفسه. وأيضا في رواية قال يعني جميل الريح أو طيب الريح، ففيه رائحة طيبة. نعم. ثم دخل على السلام فمشى، ثم قال فجلس على ركبتيه، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على ركبتيه. هنا العلماء اختلف، وضع يديه على ركبتيه ركبة نفسه أم ركبتيه ركبة الضمير عائد على جبريل أم عائد على النبي الأمين. في رواية صريحة قال وضع يديه على ركبة النبي صلى الله عليه. هنا عندنا جملة من الأداب قد بيانها جبريل عند دخوله على النبي صلى الله عليه. الجملة الأولى في هذه أداب من أداب طلب العلم، الجملة الأولى الاعتناء بالنفس وأن يكون على خير ثوب وعلى خير هيئة، لأنه في هذا المجلس مجلس الملائكة، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، والملائكة تفرح بما يفرح به ابن آدم وتسعد به، فالرائحة الطيبة تسعد جدا الملائكة. فكان على هيئة حسنة. ولذلك الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال على العالم أن يلبس البياض من الثواب حتى يؤثر فيما يستمع له. وهذا أصالة من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن خير ثيابكم البياض، قال وكفنوا فيه موتاكم. فقال شديد بياض الثوب، شديد سواد الشعر، وله الرائحة الذكية هذه. فإذا يهتم طالب العلم الأدب الأول الاهتمام بالهيئة، الاهتمام بالرائحة، لأن الملائكة تحف هذا المجلس، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مساجدنا، مع أنها حلال، لكن للرائحة التي تؤذي الملائكة قال فلا يقربن مساجدنا. والعجب العجاب أن الحديث صريح، جاء رجل قد أكل بصلا ودخل المسجد يصلي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فأخرجوه. فأنت لو فعلت ذلك في هذا الزمان، إن كان فيك نفس أن تخبرني ما حدث تخبرني، لكن هو السنة هكذا، من كانت له مثل هذه الرائحة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج به إلى البقيع، أخرجوه من المسجد. قال فلا قربنا مسجدنا هذا، قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. فالهيئة الحسنة والرائحة الطيبة، ثم ذلك الأدب في الجلسة، جلسة طالب العلم أن يكون على ركبتيه. العلماء يقولون هذا ابتداء الأدب، ابتداء الأدب أن يجلس على ركبتيه، فإن لم يستطع أن يستمر فله أن يجلس كما يشاء حتى لا يكون فيه المشقة على نفسه، لكن في ابتداء يتأدب ابتداء بمثل هذا الجلس، لأنه جلس على ركبتيه وأسند ركبتيه لركبتيه. هذه فيها دلالة على التواضع،
التواضع عند السؤال والتواضع عند العلم، ولأن العلم لا يناله إلا متواضع، لا يناله أبدا إلا متواضع. الكبر يمنع من العلم، الكبر لا يمكن أن يكون سبيلا إلى العلم. فكان متواضعا فجلس أسند ركبتيه، جلس على ركبتيه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه. وهنا مسألة لابد ألفت الانتباه لها بعد الكلام على الأداب. قال فوضع يديه على ركبتيه. وضع يديه على ركبتيه قد تخالف الأداب التي تكلمنا عنها، لأنه لا يصح لطالب العلم أن يضع يده على ركبة العالم أو على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم. لما يقولون وضع يديه على ركبتيه لعظم المسألة، لعظم المسألة، فأراد جمعية قلب السلام والانتباه له في سؤاله. لأنك أنت يعني ممكن لو أمامك رجل يكلمك قد تشرد عنه، قد تتفكر في الهاتف الذي جاءك قبل ربع ساعة، صحيح ولا لا؟ لكن إن وضع يده على كتفك أو 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 تحبب وتلطف إليك فاقترب منك وأخذ بيدك وقال اسمعني، فأنت يجذب انتباهك جدا، يسترعى انتباهك جدا. فقال ووضع ركبتيه، الذي حمل على وضع يديه على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم جذب الانتباه. جمعية القلب يكون معه في السؤال، لأن الأمر جلل، سيتكلم عن أمر الدين، سيتكلم عن مراتب الدين كلية. فذاك وضع يديه على ركبتيه. نعم، كما حدث في الغار، وأنه جذبه وقال اقرأ، وقال فغطني المرة الثانية. ممتاز، نعم، في هذا الباب، لأنه جذب استراء الانتباه وجذب الانتباه، وجمعية القلب تكون للسائل حتى يجاب عن هذه المسألة العظيمة. فعظم المسألة هو الذي جره أن يفعل ذلك لجذب الانتباه، لاستراء انتباه النبي صلى الله عليه وسلم، بجمعية القلب يكون معه. فهذا اعتذار لما فعله جبريل، وتبقى جملة الأداب كما هي، لا يمكن أن يعني نقول انتقص منها شيء أو انتقص منها شيء بحال من الأحوال، انتقص منه شيء بحال من الأحوال. هذه الأداب بعضهم قال هناك أمر أيضا انخرم، لأنه لما دخل قال فما الإيمان، وقد بدأ الكلام قبل السلام، قد بدأ الكلام قبل السلام. العلماء هنا الذين أجابوا عن ذلك في قول فما الإيمان، فقال قد قال العلماء بأنه يعني قدم الأهم، لأنه دخل على أمر جلل، على أمر عظيم، يريد أن يسأل عن الدين، عن الإيمان، عن الإسلام، فقدم الإيمان ولم يقدم السلام لعظم المسألة. وهذا كلام أيضا فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر. وإلا فهناك روايات بالتصريح بأنه سلم، قال السلام عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم. في رواية قال السلام عليك أدنو، أقترب منك، قال أدنو. فالصحيح أنه ابتدأ بالسلام، وهذا من الأداب، وإن كان السلام مستحب. وبعضهم أيضا في التوجيه قالوا لم يبدأ بالسلام ليبين أنه مستحب وليس بواجب. هنقول هذه هو ابتدأ أداب، ابتدأ أدابه، من أهم الأداب أن يبدأ بالسلام. فلذلك نقول أن الرواية الأخرى قد حسمت المسألة، وقد قال له السلام عليك يا محمد أدنو، قال أدنو. فلما دنا من سلم سألوا هذه الأسئلة. العجيب أنه قال فما الإيمان، أما في حديث عمر في الرواية الأخرى قال ما الإسلام، صدر الإيمان بالإسلام. هناك رواية أنه صدر الباب بالإحسان، فهنا دلالة واضحة جدا على أمر واحد، ما هو؟ ممتاز، جواز الرواية بالمعنى، لأن الترتيب هنا جاء من فعل الرواة، الترتيب هنا جاء من فعل الرواة، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على جواز الرواية بالمعنى. بل البخاري نفسه عندما يكتب الحديث في أوقات بيكتبه بالمعنى، في صحيحه يكتبه بالمعنى، يكتب حديث، وهناك حديث كثيرة كتبها البخاري وهي بالمعنى. وهذا يعني إن لم يكن اتفاق، فجماهير المحققين المحدثين من السلف والخلف يقولون بجواز الرواية بالمعنى، فقدم الإيمان على الإسلام. ولذلك نحن لأننا بصدد شرح الحديث سنقدم ما قدمه أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه، لا بترتيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه. قال فما الإيمان، قال ما الإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. هنا سأل عن الإيمان فلم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم الإجابة بالإيمان، أجاب له بالأركان، أجابه بأركان الإيمان. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بأركان الإيمان، وإلا فالإيمان له معنى. الإيمان قال علماؤنا الإيمان في اللغة التصديق، الإيمان في اللغة التصديق، وقيل التصديق المقترن بالإذعان، وهذا الذي ينافح عنه ابن تيمية أنه ليس مجرد التصديق بل هو التصديق المقترن بالإذعان. لأننا لو قلنا بالتصديق وقفنا، هذا محل الخلاف بيننا وبين من؟ وبين المرجئة. المرجئة ما يرون الإيمان إلا التصديق، وأما القول بأن الخلاف خلاف لفظي، هذا الخلاف بين أهل السنة وبين المرجئة خلاف حقيقي،
خلاف حقيقي وخلاف لفظي، لكن هو خلاف حقيقي حقا. هم يرون الإيمان تصديق، إذا الكفر إيش يا متغيب أم متأخر؟ إن كان الإيمان التصديق إذا الكفر التكذيب، فهم حصروا الكفر وين؟ في التكذيب فقط فقط. مع أن الكفر له شتى مناحي شتى، كفر العمل وكفر القول وكفر القلب كل ذلك موجودة، كفر الإباء وكفر الإعراض، كفر الاستكبار، كفر الجحود، استحلال، كل ذلك أنواع الكفر. هم حصروا الكفر بالتكذيب، هذا فارق ولا لا؟ فارق جوهري بيننا وبينهم. الغرض المقصود أن الإيمان في اللغة التصديق بقول الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، لكنه مقترن بالإذعان. والإيمان يأتي في الاصطلاح في القرآن، جاء الإيمان في القرآن يتعدى بنفسه ويتعدى بلام ويتعدى بالباء، وأنا أذكر طلبة العلم بما قلنا قبل ذلك، ويتعدى بنفسه فيكون معنى بمعنى الأمان والأمن، نعم بالأمان أو الأمن. قال الله جل في علاء ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لإلهي قريش. شوف دائما أختلف في صورتين، ممتاز جزاك الله خير. لإلهي قريش إلى فين؟ رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع أكمله وآمنهم من خوف. تعدى بنفسي فكان بالأمان، والحق أن الإيمان سبيل للأمان، الإيمان سبيل للأمان. كلما على الإيمان كلما استتم الأمان، كلما على الإيمان كلما استتم الأمان. والدلالة على ذلك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم. فكلما تم الأمان كلما تم الإيمان كلما على الأمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فيتعدى بنفسه يكون بمعنى الأمان، يتعدى بالباء فيكون بمعنى التصديق، يتعدى بالباء فيكون بمعنى التصديق بقول الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا. لا 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 لا، آمن الرسول بما أنزل عليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هنا قال وما أنت بمؤمن لنا، بمؤمن لنا ليس معناها بمصدق فقط، وما أنت بمؤمن لنا يعني مصدق فمقر فتتبع قولنا، ليس تصديقا فقط، لأن التصديق يستلزم الانقياد التبعية. لوط صدق إبراهيم ولا ما صدقه؟ واستلزم ذلك المتابعة، فآمن له لوط. هنا يقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله، فآمن به يعني صدق من التصديق. وإن تعدى باللام يكون بمعنى الانقياد، بمعنى الانقياد. واعلم أن الانقياد التعدي باللام يستلزم يتضمن التعدي بالباء، التعدي باللام يتضمن التعدي بالباء. فالتعدي باللام آمن له يعني انقاد له واستسلم له، ولا يكون انقيادا إلا بعد تصديق. كيف ينقاد لمن لا يصدقه؟ قال الله جل في علاه فآمن له لوط الذي آمن لما قال إبراهيم إني مهاجر لربي سيهدين، قال فآمن له لوط يعني اتبعه وانقاد له من؟ لوط فقط. ولذلك لوط هو الذي صدقه، والبقية كذبوا بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. طيب، وهنا ترى الفهم الدقيق لمعرفة القرآن واختلاف الألفاظ. سورة الأعراف سورة الشعراء، قال فرعون لسحرة فرعون ماذا قال لهم؟ آمنتم به، أولا آمنتم به قبل أن آذن لكم. ففي شعراء إيش قال؟ آمنتم له، آمنتم. الآن قال آمنتم به آمنتم له، هل يستويان؟ لا ما يستويان، لأننا قلنا أن القرآن يجمل ويشرح. فآمنتم به يعني صدقتم بأنه رسول حق. هنا الآن هو بيقول أنتم صدقتم وأن الذي هذا حق، ثم في الآية الأخرى تقول المسألة زادت على التصديق، ألا وهي إيش؟ سجود. آمنتم له يعني أنتم بعدما صدقتم تبع التصديق الانقياد والفعل، فسجد. يبقى آمنوا به أولا ثم آمنوا له. لما آمنوا به هم لما رأوا علموا أن العصا حقا تحولت حياة صدقوا، فلما صدقوا ماذا فعلوا؟ اتبعوا، خروا سجدا.
فيكون آمن له يعني انقاد له استسلم له. فقال ما الإيمان؟ قال وهنا نسأل فسرها له بإيش؟ بعصب المسألة بركن الإيمان. فسر الإيمان بأركانه فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر إلى آخر الحديث. قال أن تؤمن بالله الإيمان ركن أهم أركان الإيمان الإيمان بالله. والإيمان بالله لابد ما في سبورة هذه من الأهمية مكان مسألة الإيمان بالله هنا الإيمان بالله لابد أن تقول أنه الإيمان بالله لابد أن يكون إيمان بالله ويستلزم إيمان لله يعني لا يكون مؤمنا بالله حقا إلا أن يؤمن له لا يمكن أن يكون مؤمنا حقا إلا أن يؤمن له وهذه دلالة واضحة جدا على هؤلاء الذين يقولون العمل ليس من الإيمان أو يقولون أن العمل من الإيمان لكن لو لم يعمل فهو في الجنان في, 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 في آخر أمره كيف؟ هو لم يوفر حقيقة الإيمان لله حقيقة الإيمان لله هي الانقياد الانقياد والإسلام التام لأن الإيمان بالله يتضمن إذا قلت الإيمان بالله لابد أن تقول هنا أصل الإيمان بوجوده أتؤمن بعدم الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجود الله جل في علاه ووجود الله جل في علاه طبعا تعلمون الله عرفوه بالعقل فهو إيمان بوجود الله جل في علاه لا مخالفة عقلية بحال من الأحوال إيمان بوجود الله نعم هذا خطأ مبين وهذا كلام البدع وهذا يدخل فيه كلام المتكلمين الأصل نحن نؤمن بوجود الله إيش أولا نصل إليه أولا نصل إليه شرعا ثم فترة ثم نظر ما يقال الله عرفه بالعقل لا الله عرفه بالشرع بالشرع هو عرف نفسه سبحانه وجل في علاه مفهوم فالإيمان بوجود الله جل في علاه الفطرة كل إنسان مجبول على الإقرار بربوبية الله جل في علاه جبله الله على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى إني خلقت عبادي حنفاء حنفاء الحنيف الذي يميل إلى التوحيد إلى الحق قال خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاشتالتهم عن إيش عن دينهم فاشتالتهم عن دينهم وقد قال الله جل في علاه وأخذ ربك من بني آدم من ذريهم ذريتهم فأشهدهم على قال ألست بربكم قالوا إيش بلى شهدنا لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مسح الله على ظهر آدم فأخرج كل نسمة من خلقه فقال الله تعالى ألست بربكم فشاهدوا جميعا فقالوا أنت ربنا فهنا مجبور الإنسان على التوحيد الربوبية لذلك يوم القيامة كما في الصحيحين يأتي الله تعالى بعبد من أهل النار فيقول الله له أرأيت لو كنت تملك الدنيا وما فيها الدنيا وما فيها ذهبا أو فضة لو كانت الدنيا وما فيها ذهبا أو فضة أكنت مفتديا بها من عذاب يوم القيامة فقال له اللهم نعم فقال قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم فأبيت إلا الشرك فأبيت إلا الشرك فالإيمان بوجود الله جل في علاه الفطر السليمة أيضا يعني الفطر والنظر بعد النظر الفطرة كما قلنا مجبول الإنسان فطرة الله فطرة الناس عليه على الإقرار بربوبية الله جل وعلا بوجود الله جل في علاه من ذلك أيضا مظاهر الربوبية القاهرة التي تثبت وجود الله جل في علاه لما قيل للأعرابي كيف عرفت ربك قال بالغير تغيير كل من حال لحال يتغير في ثانية واحدة رجل يبتسم يبكي في وقته رجل ذهب اشترى لأولادي وهو سعيد جدا سيأخذهم إلى حفلة معينة صلى عليه بعدها ثلاث دقائق تغيير الأحوال الغير قال بالغير هذه دلالة على عظيم ربوبية الله جل في علاه وأما العربي الآخر قال الأثر يدل على
المسير والبعر يدل على البعير. قال فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج تدل على العلم الخبير. يعني هذه دلالات واضحة جدا على وجود الله. الإيمان بالله يتصدر الله فيه بالإيمان بوجود الله جل في علاه. ولم نرى أحدا جحد وجود الله جل في علاه إلا أن كان ضمنا فهذا أمر آخر، صحيح ولا لا؟ إلا الطبيعيين والدهريين، هؤلاء هم الذين جحدوا وجود الله جل في علاه. والإيمان بالله جل في علاه يتضمن الإيمان بربوبية الله والإيمان بأسماء الله الحسنى وصفات العلا. لابد أن تعلموا أن هذا سماه المتأخرون توحيد العلمي الخبر. خبر ما فيش معرفة، هذا خبر، قال الله قال الرسول، ما في شيء اسمه معرفة. هذا توحيد القصدي، القصد الطلبي، أو يمكن تقول توحيد الله تعالى بأفعاله. هنا توحيد الله بأفعال عبادي، أو تقول توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. العلاقة بينهما علاقة تلازم استلزام وتضمن، علاقة استلزام وتضمن، هذه العلاقة بينهم. ولا يمكن أن يتم الإيمان بالله إلا بهذا، إلا بالإيمان بربوبية الله والأسماء الحسنى والصفات العلى وإلهية الله جل في علاه. لا يمكن أن يقبل التوحيد إلا بذلك. وإلا فهناك طوائف من أهل الكفر قد آمنوا بمفردة من المفردات وكفروا بالبقية، فكفرهم الله جل في علاه. فالإيمان بالله جل في علاه يتضمن الإيمان بالربوبية أسماء الصفات الإلهية، توحيد العلم الخبري والتوحيد القصد الطلبي. الإيمان بربوبية الله جل في علاه أن تعتقد ما دمت قلت التوحيد العلم الخبري المقصود منه الاعتقاد، لا فعل، هنا ما في فعل، هناك اعتقاد. واعلموا أن المقصود الأسمى هو توحيد الإلهية، والمحرك الرئيس له هو توحيد العلم الخبري، لأن العمل يتبع الاعتقاد، العمل يتبع الاعتقاد. فهنا توحيد الربوبية اعتقاد، أن تعتقد بأن الله هو الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي، يعني المشرع، لا أحد يشرع إلا الله جل في علاه. لذلك نحن لا يمكن أن نقبل وأن نقول التشريع ينسب لغير الله جل في علاه، أبدا أبدا، التشريع لا ينسب إلا لله. قال الله جل في علاه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. التشريع لله فقط، ليس لأحد بحال من الأحوال، إن الحكم إلا نعم. فالخالق الرازق المدبر المشرع هو الله جل وعلا. أن تعتقد اعتقاد جازما بأن الله هو الخالق، خلق كل شيء، كما قال الله جل في علاه الله خالق كل شيء، وكل نص في العموم ينزل تحته كل مخلوق، ومنها أفعال العباد، كما قال الله جل وعلا والله خلقكم وما تعملوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خلق الله كل صانع وصنعته، خلق الله كل صانع وصنعته. فكل أفعال العباد ينزل أيضا تحت الخلق. فالله جل وعلا خلق كل شيء سبحانه جل في علاه. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. الذي خلق الذي بيده ملك ها الذي له ملك السماوات والأرض وخلق كل شيء فقدره وخلق كل شيء. وهذا يدلك على ضلال من يتبنى بأنه يمكن أن يكون مع الله إيش خالق، كالذي يقول بأن الله أعطى، هو ما يريد يقوله التصريح عشان ما يكفر صريحا، بأن الله أعطى للولي قدرة في إحياء الجنين في بطن الأم، والإحياء والإماتة هذه من لوازم الإيه الربوبية. هذا الذي يقلب القاف جيما، تقلبونها جيما، نعم، هذا الذي يقلب القاف جيما. فيقول إن الله أعطى للولي قوة لإحياء الجنين في بطن الأم، هذا من لازم الربوبية هذه.
هذه من لازم الربوبيه ما يجوز ان يقال بذلك. فالاعتقاد صحيح ان الخالق هو الله تعالى الذي خلق كل شيء فقدره وتقديره، الخالق الرازق، وتعلم ان الرزق بيد الله جل وعلا ولا يميل قلبك الا له، وهذا التابع للاعتقاد. قال الله تعالى: ان وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. ولذلك يقول مثلا: نفث في روح الروح الامين انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلها، فاتقوا الله واجملوا الطلب. لذلك قال الله تعالى: وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. شوف الاعتقاد يريح جدا. الحسن البصري كان ياخذ قوت يومي فيمشي، فيقولون: يا رجل استكثر، فيقول: ولم استكثر، علمت ان رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري، فاطمأن قلبي، فاطمأن قلبي، انتهى، فاطمأن قلبي. وهذه المساله مساله توكل الحق على الله جل وعلا بالاعتقاد الصحيح، الخالق الرازق المدبر الذي يدبر امر الكون باسره، كل يوم هو في شأن. قال بعض العلماء: يرفع أقواما ويخفض آخرين، يحيي أقواما ويميت آخرين. قال الله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. ثم من يتكلم؟ ما إيش تقول؟ هذا يريد أن يكتب ما في السبورة ويقول لي: إيش هذيك؟ قال لي: سأكتب لأن الشخص يعطيني جائزة. الله أكبر، والله عيوني لك. آه والله ما شاء الله، اجعله يأتي فأكتب، سنسأله بعدها ما شاء الله. لا لا نعم. قال الله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. في الآخر قال: 50,000 سنة مما تعدون. فتدبير شؤون الخلق أجمعين لله جل في علاه، لله سبحانه جل في علاه، وكل أمر موكول إلى الله جل في علاه، وما قضاه الله لا بد أن يكون، لا راد لقضاء الله جل في علاه، الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي يعني المشرع. قال الله جل في علاه: آل له الخلق الأمر فغير بينهم، والأمر هنا التشريع، أم لهم شركاء شرعاء من الدين ما لم يأذن به الله. قال: أنت توحيد الإيمان بالله، الإيمان بربوبية الله، الإيمان بالأسماء الله الحسنى والصفات العلى. تعلم أولا أهم ما فيها أن تعلم أن الله أسماء حسنى وصفات على توقيفية، توقيفية، لأنه علم خبري أقول الآن، هو علمي خبري. إذن الأسماء، وهذه تدلك على رد الكلام في الاشتقاق في مسألة أسماء وصفات، الأسماء توقفية والصفات توقفية، لا تسمي ربك إلا بما سمى به نفسه أو سماه به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما يقولون باتفاق يحرم أن تسمي النبي صلى الله عليه وسلم بغير اسمه، بما لم يسمي به نفسه أو يسميه أو تكون تسمية قد ثبتت له، فما بالك بالله جل في علاه. ذلك قال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو استأثرت أو علمته أحد من خلقك أو أنزلته في بعض كتبك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ولذلك قال الله جل في علاه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالأسماء الحسنى هذه الحسنى، أن تصل إلى 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 إلى, إلى هذا العلو من الحسن لا أحد يصل إليه إلا الله جل في علاه. فالأسماء توقيفية والصفات توقيفية، صفات الله جل في علاه توقيفية، فهذا الأصل فيها. تعلم أن الله أسماء حسنى وصفات علا، تؤمن بها كما آمن بها النبي صلى الله عليه وسلم على ضوء قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تثبت الصفة بلا تشبيه أو بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، هلا، ولا تكييف، وأن تنزه بلا تعطيل. تثبت بلا تشبيه بلا تمثيل: يد الله فوق أيديهم، لله يد، نعم لله يد، لكن لا تماثل يد البشر ولا تشابه يد البشر، لا سيما وأنك حتى الواقع كما قال ابن تيمية هناك القاعدة: التساوي في الاسم لا يستلزم التساوي في ايش؟ في المسمى، في المسمى. لله يد وللإنسان يد وللهر يد وللقرد يد، وكل يد تختلف ايش؟ يد الهر تختلف عن يد القرد، تختلف عن يد الأرنب، تختلف عن يد الإنسان، ولله يد لا تساويه يد الإنسان. تثبت اليد لكن على ضوء قول الله: ليس كمثله شيء، الكيفية لا نعلمها، كيفية عظيمة جدا لكنها خفيت عنا من الغيب، فنقول آمنا بها، آمنا بالله وما جاء الله على مراد الله، وآمنا برسوله وما جاء رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى على ضوء الإثبات بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف. طبعا التمثيل خلاص علماء هو التشبيه، والتكييف هو أن تتصور كيفية للصفة، ليس شرطا أن تكون في 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 الواقع عندك، المهم في الذهن تتصور كيفية لهذه الصفة.
مع أننا لابد أن نقول نثبت الصفة، فإن أثبتنا الصفة فلا بد للصفة من كيفية. لا يمكن للصفة ألا تكون لها كيفية. وهذا الذي بين العلماء فيه ضلال من قال يرى ولا نعرف كيف يرى، لا يعني لا ليست لها جهة، ما جعل جهة. فهم يقولون يثبتون الصفة بلا كيفية، من نفاها أفضل من من أثبتها بلا كيفية، لأن العقل لا يتقبل هذا. لذلك كانت المعتزلة لهم الحجة على من قال بهذا، قلت يثبتون الصفة بلا كيفية، والصفة إن ثبتت لابد لها من كيفية، لكن هذه الكيفية غابت عنا. فأهل السنة يقولون للصفة كيفية لكننا لا نسأل عنها ولا نتصورها. لذلك الحديث لا تتفكروا في ذات الله فإن الله لا تصل إليه فكر، أعظم من ذلك ولكن تذكروا في خلق الله، مفهوم؟ يبقى أنت الآن تثبت الصفة بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف، حتى ولو لم يكن له مثل في الظاهر، ولو تصور في الذهن لا يجوز. لذلك الإمام مالك قال الاستواء في اللغة، والكيف شوف الكيف مجهول، ما قال منفي، والإيمان به يبقى أثبته الآن، صحيح ولا لا؟ والسؤال عنه يبقى لما؟ لأنه غاب، وما غاب لابد أن تقول آمنت به، هذه علامة الإيمان. هذا الذي يقول بذلك إما عنده، خليني أنا أخشى أن أشتد، لأنني لما بشتد الصعيدي كله بيطلع. سأقول لك هذا ورد على عن أم سلمة، وورد يعني ما فوق مالك، ورد عن أم سلمة جيد، وورد عن ربيع الرائي شيخ مالك، طيب، بل ورد على النبي صلى الله عليه وسلم بضعف، يعني ورد هذا كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يقول بذلك من قال بذلك فقد جهل الحق في هذا. طبعا لما؟ لأن الجميع يقولون والكلام في الفؤاد واللسان عليه دليل، ويأخذون بهذا البيت الذي لا ندري له عربية صحيحة مستقيمة، ويقولون بأن الكلام هنا أن الكلام ليس إلا ما في النفس، حتى يقولوا بأن القرآن الذي بين أيدينا عبارة عن كلام الله ليس هو كلام الله. مصيبة، هذه مصيبة، مصيبة. ولذلك نقول بأن الكيفية موجودة لكننا لا نعلمها، هي غيب فنؤمن بها، وعند التنزيه عند السلب نقول لا ينام، لا تأخذ سنة ولا نوم، لا يتعب، عند التنزيه تنزيه بلا تعطيل، تنزيه بلا تعطيل. نعم نعم، تعطيل العقل الآن، ممتاز. العقل هو تكريم ابن آدم بالعقل، والعقل له الإطلاق ولا له مجال يسير عليه؟ اصبر، هو اللي يجيب. لا ما هي راح نشوفها في التأويل، يعني يقول إن الشريعة. الآن أنا أسألك بالله سؤالا يسيرا، أريد إجابة يسيرة. العقل له دائرة وطوق أو يشب عن الطوق؟ يشب عن الطوق. إذا ليس عقل، يبقى أنت مجنون. إذا أنت أبقى نقيقة مع المجنين أفضل. ليس بحاجة إلى نبي أصلا. ها هو هذا. إذا أنت لو يشب العقل عن الطوق، فهم حضرتك انتهى الموضوع. لما يقول لك الله أنه في السماء، ولما العرش على الماء، ولما يقول لك أنا فهم؟ العقل له طوق، دائرة واحدة لا يخرج عنها، ما يستطيع. هو القصد أن الأدلة لا بد أن تستخدم فيها العقل، الأدلة تستخدم فيها العقل عندما أباح الله لك فيها العقل. ولذلك قال سلم لا تتفكروا في ذات الله، منعك من التفكر ولا ما منعك؟ أوقف العقل لحده ولا ما أوقف؟ يعني يقف، شرع أوقفه ويقف. ولذلك العربي فاز عندما قال له ما تقول أنت؟ النبي علمه، فكر فيه وعلمه، والصحابة فكروا فيه وعلموه أم لا؟ قال لا لم يعلموه. هو بقى أدخل عقله، لما أدخل عقله هو شبع عن التوق، ماذا قال؟ كاد يكفر. قال العربي أترى أن الله ضن بعلم على رسولي وعلى الصحابة الكرام الذين اختارهم بصحبتي ومنحك إياه؟ الرجل عارف أنه في خطر عظيم فرجع، قال أرجع بالمسألة على ما كانت، اسأل السؤال مرة ثانية. قال ما تقول، علمه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أم لم يعلموه؟ قال أقول علموه. ما يمكن العقل أن يتعدى، مفهوم؟ العقل له دائرة لا وعندما يتعدى العقل عن دائرته انتهى، لم يقل ما صار عقلا، لأنه ما عقل صاحبه للحق، مفهوم؟ هل ورد تعطيل العقل يعني في هذا الأمر
أنا أريد الآن ما ورد الذي تقول به الآن. تعال دعنا نضرب مثلا أن نقول القرآن مخلوق كالسماء والأرض والشجر، مخلوق القرآن مخلوق، وهذا إعمال للعقل، صحيح ولا لا؟ إعمال للعقل. تعال ننظر من أولى الناس بإعمال العقل؟ الرسول ومن معه. ائتينا بواحد منهم عمل العقل بما تقول. فإعمال العقل له دائرة، وإلا فإعمال العقل لما يشرع لك عبادة أنت لك تختار ما شئت من العبادات؟ لما تقف أنت على حد معين في العبادات؟ لما؟ لأن إيش؟ إيش الحد اللي هو إيش؟ الشرع الذي أحده. لذلك العقل احترامه جدا عندما إيش؟ عندما يوافق النقل الصريح. فالعقل الصحيح لا يخالف أبدا النقل الإيه؟ الصريح. مفهوم؟ فإذا لابد في الصفات أن يعمل معه ذلك في الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفات العلى. ثم الإيمان بالإلهية، الإيمان بالإلهية فيه اعتقاد وفيه عمل. اعتقاد أن الذي يستحق الإفراد بالعبادة هو من؟ هو الله جل وعلا. ثم بعد ذلك يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الإيمان بالله، قال أن تؤمن بالله وأن تؤمن بالملائكة، وهي جملة الآية في قول الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال أن تؤمن بالملائكة، والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان. فمن لم يؤمن بوجود الملائكة فهو كافر. من لم يؤمن بوجود الملائكة فهو كافر. لما؟ كذب الله، كذب الله صحيح، وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته. والإيمان بالملائكة أن تعتقد بأن لله خلق، بأن لله خلقا خلقهم الله من نور سماهم الملائكة، وهم أعظم خلق الله قدرا عند الله، وهم أعبد خلق الله لله جل في علاه. تؤمن بهم إجمالا وتفصيلا، حيثما جاء الدليل تفصيلا تؤمن به تفصيلا، حيثما جاء الدليل الأمر بالإيمان به إجمالا تؤمن بها إجمالا. فأنت تؤمن أن لله ملائكة سياحين يسيحون في الأرض ينظرون إلى حلق العلم وحلق الذكر، يجلسون حتى يعني بأجنحتهم يعلون مجلس العلم، ثم يكتبون أسماء الذين في مجلس العلم ويصعدون به إلى الله جل في علاه، ويسألهم الله أعلم بهم فيقولون يكبرونك ويحمدونك الآخر الدليل. وتؤمن أن في البيت المعمور ملائكة يدخلون 70,000 يطوفون بالبيت المعمور لا يخرجون منه أبدا. وأيضا تؤمن بأن الله ملائكة كثر كثيرة جدا ما لهم وظيفة إلا طاعة الله لفعلها، سواء من ركوع أو سجود أو تسبيح، كما قال سلم أطت السماء وحق لها أن تأط، ليس لها موضع قدم أو قال إصبع إلا فيها ملك راكع أو ملك ساجد يعبدون يتعبدون لله جل في علاه. لذلك قال كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقال عنهم الله تعالى قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم تؤمن تفصيلا بما جاء الدليل به تفصيلا، كالإيمان بجبريل والإيمان بهيئة جبريل عليه السلام، لأن الله تعالى قد سماه روحا في الكتاب، فتؤمن بأن الروح هو جبريل تفصيلا. تقول نؤمن بملك يأتي بالوحي اسمه جبريل، هو الذي هو الموكل بالوحي، كما قال الله جل في علاه نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. نزل به الروح الأمين، هو جبريل موكل بالوحي، كما قال ورقة بن نوفل لما وصف له قال هذا الناموس الذي كان يأتي لموسى عليه السلام. وتؤمن بأن جبريل هو خير الملائكة على الإطلاق، وأن الله تعالى قدمه على الملائكة. وتؤمن أيضا بميكائيل، وميكائيل بالاسم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، تؤمن به وباسمه بميكائيل. وطبعا لابد ان تعلموا ايل هو معنى ايه، الله الله، وميكائيل يعني عبد الله، جبريل عبد الله، ميكائيل موكل بالقطر بالقطر بالقطر. نعم نعم الا قالوا يا لله. يبقى اذا موكل بالقطر بالمطر، لذلك كان احب لليهود من جبريل البطون، يحبون ميكائيل انه بياتيهم بالطعام والشراب. جبريل يكرهون انه ياتي بافعل ولا تفعل بالتكاليف، سبحان ربي العظيم. فميكائيل موكل بالمطر، تؤمن به وباسمه، وايضا تؤمن باسرافيل جاء الاسم وهو صاحب القرن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن واصغى
ينتظر أن يؤذن له فينفخ. لما قام سلم خائفا قال وين العرب من شر قد اقترب. قال أن سلم قد فتح من يأجوج سد يأجوج ومأجوج قدر الدرهم. الغرض المقصود بأن هذه أهوال يوم القيامة، مقدمات أهوال يوم القيامة، النفخ في الصور موكل به إسرافيل، ينفخ في الصور وينفخ في الصور مرتين، نفختان، نفخة الفزع ثم نفخة القيامة، ونفخ في الصور فزع من في السماوات في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. على الراجح الصحيح أنهما نفختان. وتؤمن أيضا بملك الموت لم يثبت باسمه بها، لم يثبت، ويؤمنون بأنه ملك الموت، ولو وكل الله ملائكة يعاونون على قبض الأرواح. ونؤمن أيضا بمن؟ مالك خازن النار، صحيح ولا لا؟ ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب، قال إنكم نعوذ بالله. ونؤمن أيضا ما لا 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 بخازن الجنة، لكننا نعلم اسمه الرضوان. نعم بالرضوان صحيح. ونؤمن أيضا بمن؟ بالثمانية. ما اسمهم؟ ما نؤمن بمحمد العرش. ونؤمن بكل ملك قال عنه الله جل وعلا إيمانا بالملائكة، ولا يستقيم الإيمان إلا الإيمان بالملائكة. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. قال وتؤمن بالكتب، والإيمان بالكتب هذا جازم، أن تؤمن بكل الكتب التي أنزل الله جل وعلا وحيا على عباده من الأنبياء والمرسلين، تؤمن بها إجمالا وتؤمن بها تفصيلا، وتعلم إيمانا جازما بأن القرآن ناسخ لجميع الكتب السابقة، ناسخ لجميع الكتب السابقة. تؤمن بالكتب، فالكتب التي أنزل الله جل في علا الزبور والتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم، وأيضا صحف داود الزبور، وصحف موسى غير التوراة. نعم الصحف غير التوراة، ممتاز، وصحف موسى. فنؤمن بكل هذه الكتب، ونؤمن بالقرآن وأنه خاتم وأنه ناسخ لجميع الكتب السابقة. قال رجع نعم منكر ونكير ممتاز، ونؤمن منكر ونكير. نعم وهم الذين يسألون في القبر، يعني الحمد لله أنك أحييت قلوبنا بالكلام بذكر القبر. نعم هذا صحيح. نعم والله هذه أصعب لحظة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أسودان أزرقان، هناك رواية يعني فيها ضعف لكن نستأنس بها. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على ملائكة السؤال في القبر، ووصف أسودان أزرقان، لهما وصف يعني مرعب مخيف. فسمع عمر فقال ما تفعل يا عمر؟ مع مين؟ مع الملكين يسألانك. قال ويكون عقلي معي، يعني لما يسألوني من ربك ما دينك ويكون عقلي معي؟ قال نعم. قال سأسألهم ما دينكم؟ ما تقولون في رسولنا؟ شوف هو يقول عقلي معي، إيمان، قوة إيمان راسخ، إيمان كالجبال الرواسي الراسيات في قلب إبراهيم. لكن حقا الزلزلة والرجفة في القبر لا يعلمها إلا الله. لذلك لما ارتجفت قلوب الصحابة لما وصف لهم وقال على معاذ بن جبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن القبر ضمه ضمة، لو نجا منها أحد نجا منها سمع له ضمة، بذلك حتى الطفل له الضمة هذه. فالغرض المقصود رجفة القلب والزلزلة أعظم ما تكون، هذه التي أبكت من؟ عثمان. قالوا تذكر النار كثيرا ولا تبكي، وعندما تذكر القبر تبكي. قال هذه أول نزل آخر كان يسيرا فما بعده أيسر، فلذلك بكى. ولذلك نقول لما ارتجفت قلوب الصحابة أنزل الله مطمئنا لقلوبهم، يثبت الله الذين أمنوا القول الثابت في الحياة الدنيا، يثبتها بالقول الثابت بقول لا إله إلا الله، والحق بأن نجاة القبر على استقامة الأمر، ومن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ونسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بالصالحات. قال نعم رقيب عتيد ليس اسما، هذا وصفا. الكتبة قلنا كرام الكاتبين، فقلنا نؤمن بها بإجمالا. إذن الكلام عن الإيمان بالله وبالملائكة وبالكتب، بعد ذلك الأركان الأخرى الإيمان بالرسل، ونفصل إن شاء الله على أساس أن نبين أن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس اختيارا، بل الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم جزما وإجبارا. أقول دكتور ناموس اسم الملائكة؟ الناموس لا وصف. نعم
بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.